ونروح لفقره الدريم تيم. دريم تيم الاسبوع اللي فات جاب 67 نقطه، وده اعلى من دريم تيم اللي كان حاطه اصلا سكاوت الفانتزي شخصيا في الاسبوع اللي فات، واعلى من الافريج بتاع الاسبوع اللي فات. فخلينا نروح كده للدريم تيم الاسبوع اللي جاي. في حراسة المرمى انا هاخد فابيانسكي، بيلعب قصاد برايتون، بيلعب في ملعبه، اعتقد ان بعد اول ماتشين دول فوستها مطالب برد فعل، وبالتالي ممكن يكونوا اقوى في التعامل مع المواقف الدفاعيه قصاد برايتون، وانا اتوقع انه ممكن يخرج بكلين شيت. في خط الدفاع اربع اسماء، الاسم الاول هو ريس جيمس، تشيلسي، بيلعب قصاد ليدز يونايتد، اعتقد ان هو هيرجع في الطبيعي لمكانه الاصلي كوينج باك. ما بعد ماتش توتنهام هو كان بيلعب في ماتش توتنهام كمدافع مخصوص عشان يراقب سون هيونج مين. ماتش الجاي قصاد ليدز اللي عنده مشكله دفاعيه، حتى لو هو قوي هجوميا اقوى قبل كده ممكن ما يبقاش في كلين شيت لجيمس، ولكنه ضعيف دفاعيا ممكن جيمس يستغل الكلام ده لمصلحته. اللاعب الثاني هو ترينت الكسندر ارنولد قصاد مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بيعاني كتير جدا، ارنولد بدا الماتش اللي فات كريستال بالاس يفوق بشكل كبير، صنع اكتر من فرصه مؤكده، عرضياته ممتازه جدا على عكس الماتش الاولاني اللي كان فيه يعني عليه شكوك كتيره فيه. فارنولد بالنسبه لي هو الاختيار الثاني. والاختيار الثالث هو الكسندر دينشينكو من ارسنال قصاد بورنموث. بورنموث وماتش هوم وهيبقى حاول صعب الدنيا، وممكن حتى تلاقي الكلين شيت بتاع زينشينكو ضاع، ولكن في مقابل كل الكلام ده اعتقد انه يقدر يطلع باتاكينج ريتيرن كويس مع ضعف بورنموث الكبير في الباكين بالذات اكتر الناحيه اليمين. والاسم الرابع هو الاسم اللي انا كنت كلمتك عنه من شويه، وهو نيك ويليامز من نوتنغهام فورست قصاد ايفرتون. نيك ويليامز بدأ بشكل كويس جدا، واحد من مفاتيح اللعب بتاعت نوتنغهام فورست، اعتقد انه ممكن يخرج باسيست يخرج بحاجه، وفي النهايه هو لاعب ب 4 مليون، انا شخصيا هلعبه في فريق الجوله اللي جايه على حساب ليون بيلي. في نص الملعب عندنا ثلاث اسماء، الاسم الاول هو محمد صلاح اللي خلاص بقى معتاد التسجيل في شباك مانشستر يونايتد، وان كنت انا برغم كل الحاله السيئه اللي فيها مانشستر يونايتد دي والكلام اللي بيحصل مش متوقع ان الموضوع يكون فاتح سكور كبير، ولكن عارف ان جزء كبير جدا من الناس هيروح كابتن محمد صلاح ان شاء الله. ما يا جماعه مش معلش ابو صلاح، خلينا الماتش اللي بعده بلاش الماتش ده. ومعاه جيمس ماديسون. هتقول لي ليستر سيتي مش في افضل حالاته هجوميا، هقول لك انا متفق معاك لا هجوميا ولا دفاعيا بالمناسبه خالص يعني، ولكن جيمس ماديسون ماشي فورمه كويسه. فاكر كاس السنه اللي فاتت لما كان ليستر كله واقع واقع واقع، ماديسون كل ماتش بيجيب جون بيعمل اسيست بيطلع اي حاجه بشكل منتظم حتى لو فرقته وحشه، هو ده الحاله اللي شويه ماشي فيها جيمس ماديسون، فاعتقد انه خيار ممكن يكون كويس للجوله اللي جايه وهو بيلعب ساوثامبتون المنهار تماما في ملعبه. والخيار الثالث والاخير في نص الملعب هو ويلفريد زاها من كريستال بالاس قصاد استون فيلا في ملعبه، وده ما قبل الكلام ده بيتكلموا ما قبل السكريبت ده مكتوب قبل ما يجيب الجون في ليفربول اصلا، ولكن لان ماتي كاش لما نزل عليه حد مهاري زي اونانا في ايفرتون الماتش اللي فات تعبه جامد جدا، لما لعب عليه حد سريع بيتعبه جامد جدا، هو بيزيد كتير فبقى في مساحات في ظهره، فاعتقد ان ممكن يستغلها جدا لمصلحته ويلفريد زاها. وفي خط الهجوم هيبقى عندنا ثلاث اسماء، اثنين كانوا موجودين معانا من الاسبوع اللي فات، هالاند قصاد نيوكاسل. تقول لي ماتش صعب ونيوكاسل وبره ملعبه، هقول لك مش مختلف على كده خالص، ولكن نوعيه المدافعين اللي موجوده في نيوكاسل هي نوعيه المدافعين اللي بيفضل هالاند يتعامل معاهم، اللي هو جسم بجسم تعالى نخش مع بعض، او يخطفوا في مساحه قصيره يجري بشكل مباشر زي ما حصل قصاد ماتش ويستام، فاعتقد دي ممكن تكون مفيده لهالاند. والتاني هو جابرييل خيسوس قصاد بورنموث، راجل فورمه كويسه، ارسنال فورمه كويسه، مش متوقع ماتش سهل خالص على ارسنال، ولكن خيسوس يقدر يسجل. واخيرا ايفان توني من برينتفورد قصاد فولهام. برينتفورد ماشي بشكل كويس جدا في بدايه الدوري، بيقدم ماتشات كويسه، ايفان توني محور لاعب بشكل كبير، الباكين كمان بقوا طايرين اكتر في عدد العرضيات بقى موجود بشكل اكبر، فبالنسبه لايفان توني هو لاعب مهم للجوله اللي جايه وللجولات اللي جايه بعد كده كمان. واخيرا فقره الكابتنه، الجوله اللي جايه فيها شويه ريسكات كده. هاري كين بيلعبوا ليفرهامبتون هوم، بس اول ماتش في الجوله وانت عارف يعني ايه كابتنه اول ماتش في الجوله، انا مش محتاج اقول. هالاند بيلعب نيوكاسل اوي، صلاح بيلعب مانشستر، خيسوس بيلعب بورنموث بس اوي، فنعمل ايه في القصه دي؟ انا بالنسبه لي ما بحبش اكابتن اول لاعب بيلعب في الجوله خالص، فهاري كين هحطه الاختيار الرابع ما بين الثلاثه دول. الاختيار الثالث هختار محمد صلاح بيساعد مانشستر يونايتد اوي، واحتاج ان هو يسجل فيهم، وارد جدا طبعا يسجل، وصلاح اصلا لاعب بيظهر دايما في الماتشات الكبيره، ولكن انا بقول لك عندي احساس شويه ان هو مش هيبقى فتح يعني مش هيبقى سكور رغم ان كل الناس متوقعه كده، فمش متوقع ان هو يخلص بسكور، فعط صلاح في المركز الثالث. وفي المركز الثاني بحط ايرلينج هالاند قصاد نيوكاسل، اعتقد ان هو هيبقى محتاج ما بعد الكلام بقى عن تمرير فودن اللي ما لعبهالوش وكلام جوارديولا عن كده هالاند وان هو لعب باصتين بس، فاكيد كل الناس اتكلمت عن كده وهيبقى طبيعي حابب يرد على الكلام ده، فاتوقع هالاند يسجل قصاد نيوكاسل. واخيرا جابرييل خيسوس في المركز الاول قصاد بورنموث، هو فورمه كويسه بيتحرك بشكل كويس جدا، يقدر يسجل من وضعيات مختلفه، كمان لما بيروح يميل على الشمال بيعمل خطوره كبيره مع الثنائي مارتينيلي وزينشينكو.